حسن مصالحة مدرب فريق مكابي كفر قريع. طبعا اليوم اقتنصتوا نتيجة تعادل من فريق هوايل الباقة الغربية متصدر لها الدرجة الثانية. طبعا انتوا كنتوا اليوم ند قوي لأبو عيل الباقة الغربية، كيف بتشوف هاي النقطة اللي اخذتوها اليوم؟ صحيح انه احنا حصلنا على نقطة، ولكن الناحية الثانية احنا ما فزناش في مباراة بيتية، ولكن فريق باكا او فريق لا شك انه فريق قوي، فريق اللي مجهز يكون احد ابرز المنافسين للدرجة الاولى، وانا باعتقادي انه راح يكون له كلمة قوية في المنافسة على الدرجة الاولى. ما يعني بالنسبة لمكابي كفر قريع، يعني احنا بنعرف انك انت صعدت مع الفريق للدرجة الاولى ودربته بالدرجة الاولى، شو الهدف هذا الموسم؟ الهدف هذا الموسم هو اشراك قديش قدر المستطاع من اللاعبين المحليين. الهدف انه نعمل قاعده متينه من فريق مكابي كفر قريع، واحنا بنشتغل على قسم الشبيبي، انا برضه بشارك الاداريين باداره قسم الشبيبي ومدرسه كره القدم. لهذا السبب انت بتعرف احنا في اوج الانتخابات، فانا من هون بوجه نداء للرئيس المجلس القادم مين ما يكون، اي رئيس بيكون، انه يعرف انه الوسط العربي هو الاشياء اللي بتنقصه هي المنشآت الرياضيه. ملاعب كفر قرع فيها اكثر من 12 فريق دوري، وفيها مدرستين لكره القدم وبتمرنوا على ملعب واحد. لهذا السبب انا بطلب منهم انهم يحطوا اهتمام اكثر في الشباب وفي المنشآت الرياضيه. مدرب حسن مصلح، شكرا لك، موقع الكلام. شكرا لكم.